السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيبتي في قناة وصفات لكم. سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. كما نعلم تعد ثمرة الموز غنية جدا بالمعادن وأيضا بالفيتامينات الهامة لتغذية بشرتنا، لأن الموز هو يحتوي على البوتاسيوم، على المغنيسيوم والحديد والكالسيوم، كما يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة. فضلا على أن الموز هو يحفز البشرة على إنتاج الكولاجين وأيضا شد البشرة وحمايتها من التجاعيد. بالنسبة لهذا الماسك، سنقوم بعمل هذا الماسك كوقاية إذا كنتم أيضا لا تعانون أبدا من التجاعيد، وحتى إذا كانت هناك تجاعيد وخطوط رفيعة، فإن شاء الله هذا الماسك الرائع بحول الله سنتحصل به على بشرة جميلة جدا، خالية من التجاعيد وخالية من الخطوط الرفيعة في كامل بشرة الوجه وأيضا حول الفم، على الرقبة، حول العينين. يمكن استخدام هذه الوصفة أيضا لليدين لأنها رائعة جدا، هذا الماسك رائع جدا. نحن هنا سنحتاج فقط إلى ربع حبة من الموز، ومن الأحسن لو كانت يعني أو لو كان الموز أسود جدا فهو يعطي نتائج تكون رائعة جدا. أنا هنا لدي تقريبا ربع حبة من الموز، قمت هنا بتركها مدة حتى تصبح بهذا اللون لأنها تعمل على شد البشرة، ويعمل هنا الموز كبوتوكس وأيضا كوقاية للتجاعيد، لذلك أنا سوف أستخدمه وهو بهذا الشكل، يعني ني جدا أو أسود كما تلاحظون يصبح بهذا الشكل. إذن سوف نأخذ هذه الكمية فهي تكفي لبشرة الوجه وكذلك حتى بشرة الرقبة. والآن سننتقل إلى طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة. هذه الوصفة ممكن يعني الاحتفاظ بها لمدة أسبوع، تبقى صالحة، احتفظوا بها في الثلاجة. سأقوم هنا بهرس الموز جيدا حتى يصبح على شكل عجينة بهذا الشكل، حتى إذا لاحظتم أن لون الموز يعني تغير إلى البني أو يعني تقريبا إلى هذا اللون، فبالعكس يعطي نتائج ومفعول أقوى ورائع. إذن سنقوم هنا بالخلط جيدا حتى نتحصل على شكل كريمة بهذا الشكل. كما قلت هذا الماسك أو هذا البوتوكس الرائع والطبيعي استخدموه كذلك يعني صباحا ومساء، هذا المكون رائع جدا جدا. سنأخذ هنا إناء ونقوم بصب الموز الذي قمنا بهرسه بهذا الشكل، ثم سنحتاج كذلك إلى مكون رائع هو الآخر، ألا وهو زيت الزيتون. فزيت الزيتون من بين المكونات الرائعة وأيضا يعمل على شد البشرة. سأضيف هنا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون هكذا، هذا بالنسبة لصاحبات البشرة الجافة جدا استخدموا زيت الزيتون، أما بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية ممكن أن يعني تستخدموا حتى عصير الليمون الحامض. سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقة من عصير الليمون الحامض لأنه كذلك سوف يعطينا تفتيح وشد أيضا للبشرة. حبيباتي بالنسبة لهذه الوصفة هي تصلح لكل أنواع البشرة حتى الحساسة، فقط إذا لم تستخدموا عصير الليمون الحامض الوصفة ممتازة جدا جدا ورائعة لجميع أنواع البشرة. ممكن هنا أن تستخدموا سواء زيت زيتون أو زيت بذور العنب أو حتى كذلك زيت جنين القمح. الوصفة كما قلت إذا وضعتم فيها عصير الليمون الحامض فاستخدموها في الليل، لأن عصير الليمون الحامض لا يتناسب مع أشعة الشمس. نخلط جيدا كما قلت لكم، حتى إذا لاحظتم أن لون الموز تغير إلى البني فهو سوف يكون مفيد جدا.
إذن هنا بعدما قمنا بخلط المكونات جيدا، سنضيف هنا ملعقة صغيرة من عسل النحل، لأنه هو الآخر مرطب ومضاد للأكسدة ومحارب للجذور الحرة أيضا. نقوم هكذا بخلط ودمج العناصر. الوصفة ممتازة وتعتبر كبوتوكس، كما أنها تحفز على إنتاج الكولاجين والإيلاستين بالبشرة. تصلح هذه الوصفة لجميع الأعمار وكذلك حتى النساء الحوامل والمرضعات، فهي تصلح لهم. هنا إذا كنتم تتوفرون على الفيتامين A أو ما يسمى بالفيتامين ه، أضيف هنا كبسولة من الفيتامين ه لهذه الوصفة حتى تعطيكم نتائج جد جيدة. إذا بعدما قمنا بخلط كل هذه المكونات الرائعة والممتازة في شد البشرة وعلاج التجاعيد منها، الآن سنقوم بأول خطوة، وهي أن تكون البشرة نظيفة جدا. ضروري من تنظيف البشرة وإزالة كل الزيوت التي تكون عليها أو المكياج. وسنبدأ بفرد هذا البوتوكس الطبيعي الممتاز، سواء بأطراف الأصابع أو بفرشاة مخصصة لعمل أو تطبيق الماسكات. نأخذ بهذا الشكل وسنفردها دائما بداية من الأسفل بهذا الشكل، بداية من الرقبة إلى كامل بشرة الوجه. نوزعها على كامل بشرة الوجه وأيضا الرقبة هكذا. نغطي كذلك حتى منطقة تحت العينين، يعني إذا كانت لديكم تجاعيد أو هالات سوداء أيضا هكذا نوزعها. بالنسبة لما تبقى لديكم منه، إذا أردتم أيضا وضعه على اليدين، إذا كانت لديكم تجاعيد على مستوى اليدين، فضعوا هذا البوتوكس أو هذه الوصفة الممتازة. ركزوا جيدا على منطقة الخطوط، على الجبين أو على الجفون، كذلك توضع حتى على الجفون إذا كانت لديكم تجاعيد على الجفون، ترهلات الجفون أيضا تشدها. هنا عند تطبيقكم لهذا الماسك يجب حبيبتي الاسترخاء التام عند وضع هذا الماسك. لا نتكلم، يعني يجب عدم التكلم أو الضحك حتى لا تكون هناك تكسرات في هذا الماسك. وسنتركه تقريبا مدة نصف ساعة حتى تتشرب البشرة هذا الماسك. بعدها قوموا بشطفه بماء فاتر، ثم في الأخير بالماء البارد، وذلك لغلق المسامات. ممكن أيضا أن تأخذوا أن تمرروا مكعبات مثلجة من ماء الورد إذا كانت البشرة غير حساسة من ماء الورد، أو قوموا كذلك بترطيب البشرة بمرطب. ضروري جدا من ترطيب البشرة، سواء بزيت زيتون أو بأي نوع زيت متوفر لديكم، سواء زيت لوز حلو أو زيت زيتون أو زيت الأرغان كما تلاحظون. نركز كذلك على المناطق، نقوم بدهن المناطق التي بها الخطوط، كذلك بشرة الرقبة، لا ننسى الرقبة. إن شاء الله بالنسبة لهذه الوصفة حبيبتي استخدموها بشكل يومي، يعني يوميا، ومن الأحسن كما قلت مرة في الصباح ومرة في المساء. احتفظوا فقط بالوصفة في الثلاجة واستخدموها مرتين في اليوم حتى تعطيكم نتيجة رائعة. كما رأيتم المكونات هي سهلة بسيطة جدا، والأهم من هذا أنها مغذية للبشرة. في الأخير حبيباتي ضروري من ترطيب البشرة، سواء بزيت أو حتى كذلك بمرطب. أنا أستخدم دائما مرطب رائع، ألا وهو زيت اللبان الذكر، لأنه معالج لمشكلة التجاعيد، فهو متواجد في عند المحلات وكذلك عند العشابين أو العطارين. رائع هذا المكون في إزالة التجاعيد وأيضا تغذية البشرة. يملأ الخطوط، يعني بعد عملكم لهذا الماسك وغسل البشرة ضروري أن تستخدموا هذا الزيت، وذلك بشكل يومي كل ليلة، حتى يشد البشرة ويعالج تلك التجاعيد والخطوط، سواء كانت تجاعيد قديمة أو تجاعيد بدأت تظهر، لأن هذا الزيت يقضي على مشكلة التجاعيد. إذن حبيباتي
استخدموا هذه الوصفة وداوموا عليها فترة من الزمن، إن شاء الله هنا الموز يشد البشرة بامتياز. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بالوصفة. طبعا إذا أعجبكم هذا الماسك لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الوصفة مع الأصدقاء. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة، ودمتم في أمان الله.